هاد الفيديو هذا غادي نعطيوها عيدية في التوظيف وفي حق الكوس قواعد اللي غنعطيك انا ولا تلاقيت مشغل بحالي احمق تفك في البلاصه ولا تلاقي شي مشغل عادي ستوندار جيد هادشي تلاقي و تخوتيا كنت انه في عمل مع شخص فهاد الحاله انت داكشي اللي قريتي ماجستير شي ماجستير في مجال تاع داكشي طرف انسان غتولي خدام بحال شي سكلاف عندك دي زوردر لان هاد الناس في الغالب الى بريسي با غير بشري وإن بريسيب با لانيسياتيف لا كرياتيفيتي كل ما عندوش هو اللي تيعرف هو اللي تيقول وانت كتسمع فحال زين تلاقيتي مع اون بيغسون شخص مفتح فكريا هو انه يفايد سبونطاني سوق جاوب بعقلك بدون ما تصنع جواب بدون تحاول تفكر اشنو هو بغاك تقول مثلا اشنو هو الجواب اشنو هو الجواب غادي نقول لي كي تتسولو و تيبدا تيسولك كتحس بانه هو بغا يعرف بغا يعرف منك اللي تنتظر دابا باش يعطيه لي صافي فو هذا خطا انا فاش تنسولك مفترضش فيك انك تعرف كل شيء واحيانا في الغالب انا غنقول لكم واحد السر لو فيت انك الدبلوم ديالك او الشهاده ديالك حصلت عليها باش تنفعك راه ما تنفعكش في الخدمه تنفعك في جوج الحوايج الحاجه الاولى هو باش كتدخل عند هذاك المدير سواء كان مدير عام او مدير توظيف او صاحب مشروع صغير باش كتدخل عنده هذاك الشهاده باش تنفعك اين فوا فاش كتجلس معاه راه ما باقيش تنفعك الشهاده تنفع اشنو عندك فيك واخلاق خصيتك هي تنفعك فهداك الشهاده غير كتخليك انك تدخل لهذيك البلاصه انك كتجلس كتعطيك هذيك الفرصه تهضر فيها لو قدرنا انه ما عندك كاع هذيك الشهاده وضعف تهضر تمشي عند اي واحد ما يخدم كي عرفتي تهضر وعرفتي تكون انت بلونغلي كيقول سبونتانيوش يعني سبونتاني يعني عفوي و مسألة أخرى باش يفهمك الشهادة هو في الوصالح يعني بنادم مثلا واحد عنده ماجستير رايح شنو يعطيه 3 مليون 4 مليون 5 مليون يكون عند الناس المشغلين عندهم واحد البارين في عقلهم أنه مثلا ديبلوم غنعطيه تيل ساليرو إلى آخره بون هاتي من ناحية دونك حنا اش نقولوا دابا الفو ايتر سبونطاني الفو ايتر سبونطاني نعطي الجواب اللي انا مقتنع به وداكشي نجاوب داكشي المعلومات اللي عندي سولني شي واحد شي حاجه ما عقلت عليها نقول له ما عقلتش عليها ما عرفتش نقول ما عرفتش وسالينا هادشي يفترض انك خصك تكون عندك واحد اليقين واحد العقيده ان الله هو الرزاق هو اللي غادي يرزقك ماشي هذيك ماشي هذاك لونتروتيا وماشي هذاك الشخص كيفاش قلت لك انا الا طحت في شي واحد احمق يقدر يحبك في هذاك لونتروتيان الا كنتي كيف كنقول لك انا سبونطاني وعفوي وتلقائي وما مسوقش يقدر يحبك يولي يبغيك ما تنهضرش انا على الحب ديال افلاطون ديال تنهضر الحب ديال لا بيرسوناليتي غادي تعجبو لا بيرسوناليتي ديالك وغادي يقول هاد السيد الا فعلا خصو يخدم معاه غادي يخدم معاه ما بقاوش الناس اللي هما سبونطاني انا شخصيا واحد المشكال ديك لغه الخشب وداك تيمضي سما انتريس فري كيعجبني الناس اليوم بالدرجه الاولى نعلمو ندير لي فورماسيون فورماسيون تروازي فورماسيون ولكن تاع غادي نعطيكم على هذا الموضوع تيجي فيه بزاف الاسئله ولا اي واحد عنده شي سؤال في لو ريكروتمون ولا لي زونت انترفيو اي حاجه يصيفط لي السؤال